القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في إحدى زقاق مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس يقطن أيوب عبدة الذي ولد قبل 50 عاما لأب وأم لاجئين لحما بلا عظم. عجز الأطباء في ذلك الوقت عن تشخيص حالته. أنا جيت زي البادة البروش فيش عظم، حملتني وأخذتني على عملة. طلعوا الدكاترة قالوا لها يا عملة، قالوا لها هذا فيش فيه عظم، شو بدك فيه؟ فيش إله دواء ارميه. أنا دلوقتي شو هذا ارميه؟ إلا أن مشيئة الله وقدرته كست العظام لحما فيما بعد، ليتمكن أيوب من العيش وتكوين أسرة تجاوز عددها 7 أفراد يعيشون بحياة ملؤها التعب لعدم وجود معيل يقيهم شر الفقر اللعين. ربنا خلقنا عبرة. إيش هي العبرة؟ ربنا خلقنا عبرة من شان الناس توحد الله، من شان الناس تدير بالها على المعار، مش من شأن الناس تحط معرفه وتضحك علينا. لا يا عمي. بعكازه التي فصلت خصيصا على مقاسه يخرج أيوب عبدا من منزله والحزن يعلو وجنتيه، ألما من قسوة الحياة التي تنخل جسده يوما بعد يوم. بدي كرسي على الكهرباء كمان، أنا بدي كرسي على الكهرباء. إيه اللي على الكهرباء؟ ولا ابني، أنا عندي ولد معاق التالي. فمنذ نعومة أظفاره حتى شيخوخته والإعاقة تلاحقه، فلم يكفي أيوب الفقر المدقع الذي يحياه هو وفلذات أكباده، فقد ابتلي بثلاثة معاقين أصغرهم عبد الله. بدور على ناس تقول عندها مخافة الله اللي تعمل لها البيت، اللي تجيب مالها أولادي. صبر أيوب عليه السلام تجسده عائلة أيوب عبدة التي تعيش جحيمي الفقر والإعاقة معا، ولسان حالهم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من داخل مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، حمزة السلايمة، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.